واش العسران معكم معتمد في الزيخ ومرحبا بكم فيديو جديد. غبرت عليكم شويه ولكن ماشي مشكل. مره كنديروا فيديوهات على الفيتنس، مره كنبارطاجي معكم ستوديو ديالنا. دونك هذا هو الكونسيبت ديال لاشين ديالي انايا وهذا هو البلان. وشكرا بزاف لاشين بالانستغرام. البارح كنت بوستاج في الانستغرام، شفت في يوتيوب واحد صويره، قلت لهم شنو هو الموضوع اللي بغيتوني نهضر فيه. في انستغرام جاوني بزاف ديال المواضيع، ولكن في يوتيوب جاني واحد الموضوع وجمع لي لايك بزاف. فوالا، بزاف ديال الناس كيعانيوا من النحافه، انا واحد منهم. انا كنت الدراري كنعاني من النحافه حيت بحكم انا طويل 1.90 متر وكنت ضعيف وكنت مخموع ديال بصح. فوالا كنت بحال هكا كيف ما كتشوفوا هنايا. واحد الحاجه كنت كنديرها فاش كنت انا باقي صغير ويلاه بادي لونطريمون، كنت كنعول على لي سناك بزاف. كيف سناك كنصوب عصير ديال جيل الشوفان البنان، ماشي لعيبات بحال هكا، انا غنوري لكم. وهذا العصير كنت كنديرو 3 ديال المرات في النهار، يعني 3 ديال المرات كنديرو في الصباح، كنديرو مورا لونطريمون، كنديرو قبل من النهار. هذا العصير او هذا السناك عطاني واحد النتيجة اللي هي زوينة، وانا غنبارطاجيها معكم مع هذا العصير. باي باي النحافة وباي باي الضعف. واش اللي كاين العسران؟ وهذا هو بلان. انا دابا غادي في لاماس كيف ما كتشوفوا، غادي في لاماس وباغي كنضرب هاد السناك وغادي نصوبو دابا. يقدروا يصوبوه الناس اللي عندهم البروتين، ويقدروا يصوبوه الناس اللي ما عندهمش البروتين. دونك بالنسبه لي انا غنستعمل معاه بروستار واي الدراري. من احسن لاوي اللي كاينه تقريبا. 80% ديال لاوي ايزوليت و 20% ديال لاوي كونسونطري. فوالا دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش، ومنين غادي نشرب العصير غادي نطيح تراكسون شويه، نطيح نترين بالدار، نطلعو شي بومب زوينه، ندوش ديك الساعه نقدر نمشي للبحر، نقدر عندي بزاف ما يدار وغتعيشوا معايا هاد النهار. بالنسبه للناس اللي باغين شي انفورماسيون فهو هانتوما ديالكم، وبالنسبه للناس اللي باغين يعيشوا معايا السيلتيفي ديالي باقي الفلوق طويل. وهذا هو البلان، وشكرا بزاف وبيس اند لوف. دابا غنوريكم الطريقه هادي غتعجبكم بزاف وميمكنش. المقادير اللي غادي نديرو شنو هما؟ كاين البنان. بالنسبه للبنان الدراري كنشدو وكنشريه وكنكونجليه في الفريغو، ما كيخسر ما كيكحل ما كيطرا ليه والو. هذا دابا شي يومين هو في الفريغو. وعندي هنا الخوخ، الا كان عندكم خوخ ديروه، ما كانش عندكم ما ديروش. دونك غير البنان مهم. وعندي هنا البرقوق مزيان، وكاين هنا الزبده ديال الفول السوداني راه كتباع في مرجان. فوالا، سكوب ديال لاواي، غادير 100 غرام ديال الشوفان. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا بروتين غيديروا بياض ديال البيض، يديروا 6 ديال بياض ديال البيض الا ما كانش عندك لاواي بروتين. انا غادي ندير بيضه كامله باش سميتو ندير معكم الجبلان. فوالا صافي، هادشي اللي كاين. المهم الدراري كيف ما كتشوفوا، ها هو السناك تقاد. غادي نحيدو بقيت العصير وغنكبو، انا غنكبو في الشيكر ديالي. فوالا الشيكر باقي فيها الماء، كيجي خاجل الدراري بحال هكا. باقي شايط شوية وغنشربو. المهم الدراري غنقول لكم شنو هما لي زافونتاج ديال هاد السناك. لي زافونتاج هو انك انت ما غتاكلش بزاف، ما غاديش تجهم، ولكن غادي تشربو غتستافد منه بزاف. هو مطحون غيدوز المعده ديالك دغيا، غيتحلل دغيا، غيتهضم دغيا، غيوصل للعضله وغيعطيك واحد النتيجه اللي خطيره بزاف. كيف ما قلت لكم، معلقه ديال الزبده ديال الفول السوداني. تقدر دير كاوكاو في بلاص الفول السوداني، تقدر دير اللوز، البنان، اي حاجه في الفروي. اهم حاجه هو الشوفان والبياض ديال البيض. الا ما عندكش لا بروتين، بالنسبه لي انا درت بيضه وحده كامله ودرت جوج ديال لي سكوب ديال لا بروتين حيت هذا الصباح. وغنقول لكم امتى الوقيته اللي خاصك تطلع فيها لا بروتين،
فهمتي الوقيته ما خاصكش تطلع في لافير لا بروتين باش تستافد مزيان من الماكله ديالك، حيت كاينين بزاف ديال الناس كياكلوا وما كتبانش فيهم. علاش؟ حيت كيعذبوا راسهم. فوالا الدراري، اضربوا هاد السناك ونخسروا شويه البلاي. هذا والله دراري هاد ليميسيون ديال جي تي اي 5 هو ستايل لي ميوتيوبس عليك واعرين واعرين بزاف الله يشا واعرين. دراري واحد الحاجة، خليو ليا نمرة ديال التيليفون ديالكم وسميتو والسن ديالكم والمدينة ديالكم. غادي نعزل واحد فيكم غيدوز معايا نهار كامل في الويكاند الجاي ان شاء الله. غنقصرو نو ويب بلاي، غنديرو تشالنج، غنترينيو، غنتبحرو، غيدوز شي فلوغ سبيسيال شي حاجة خطيرة. دونك خليو ليا النيميرو ديال التليفون ديالكم و هذا هو البلان. حنا دابا الدراري مقصرين عند جدة خطيرة الدراري مكنش عليها. كنت كنلعب انا ديال بلاي سميتو ديال بلاي 2 هي اللي كنت لعبت انا، كنت حديت لها ليميسيون ديالها هادي تاعي حنا مقاتلين معاها. ناهو اليوم الحد و مريح مقصر بلاي والبحر قريب لينا هنايا، بغيت نمشي نتبحر. اي ما عرفتش اكرام نمشيو البحر. الله يسا نمشيو يالله. يلا نوضي يلا نجمع حوايجنا ونمشيو يلا. الدراري كيف ما قلت لكم حنا غادي نتبحروا. ما عرفتش انا بحر غنمشي ليه، واش سيدي رحال ولا نمشيو غير طاماريس فلوريدا ما فهمتش. المهم حنا غنركبو فوق الموطور ونشوفو بلان كيف داير. انا جيت دابا فلوريدا. عرفتي الجو كان زوين في الاول، دابا الجو بدا كيخسر. الشمس مشات ولا الضبابة شوية البرد، كنا غنوضو نعومو. معرفتش واش هنا ولا لا. هاد العومة خطيرة، شكون عزيز عليه يدير بحالك؟
شكون الرمله سخونه قلت واحد موجه كبيره زوين دراري انا زي معايا فوطة و اكرام زي مع رومبو شا محايدا مشي باراسول ورقه رومبو محايدا مشي باراسول ايه قلت شي لقيتي علاش تكتا عشان نار تزوج نار عطاتني ماما 16 فوطة فينا ما بعد نزوج خليتهم بلاصة هلا مشي والد دراري داس بحارة زوينة فلوريدا بخير اجواء زوينة هنايا وهذا هو البلان دابا غنمشيو نتحركو ندوس ونود لرب سلطان ديال الدار فين هما قاو عندك اكرا فوالا العسران داز فلوغ زوين انا خدام في المونتاج ديالو ودابا خاصني نسالي لكم الفلوغ كيف ما قلت لكم الدراري احسن وقت اللي تقدر تدخل فيها لا بروتين بزاف هي الصباح ملي كتكون يلاه فايق علاش كيكون عندك كاتابوليزم طالع بزاف اللي هو الهضم العضلي وكتكون 8 السوايع وانت ناعس ما دخلتش الكور ديالك والو دونك ملي كتدخل لا بروتين او كتدخل شي وجبه كبيره الكور ديالك كيابسوربها باقصى سرعه وكيستافد منها 100% عندك في الصباح وعندك في الحصه مورا لا سيونس مورا لونطريمون حتى هو الكور كيستافد من ديك الروبا اللي كتاكلها دونك خاصك حتى تكون طالعه بروتين طالعه كارب طالعه كلشي فوالا هادشي اللي كاين وبالنسبه شنو هما الاوقات اللي ما خاصكش تدخل فيها لا بروتين بزاف هي بين الغداء العشاء الوجبات الاخرين ما تدخلش فيهم لا بروتين بزاف حيت الكور ديالك غيستافد غير من واحد النسبه يقدر يستافد غير من 30 غرام ديال لا بروتين 50 غرام ديال 25 غرام ديال لا بروتين الشيء الاخر كيلوحو دونك حاولوا تقسموا الوجبات ديالكم ما ديروش وجبات كبار باش تستافدوا مزيان الا كنتي غدير 200 غرام ديال صدر ديال الدجاج حاول دير غير 150 غرام ديال صدر ديال الدجاج ولا كاع 100 غرام ديال صدر ديال الدجاج الكور ديالك غي ابسوربها وغي غيستافد منها لاقصى درجه وحتى لي زورغان ديالك لداخل غادي يكونوا مرتاحين حيت دخلتي لهم غير واحد النسبه قليله ديال لا بروتين دغيا غي يحلوها وغادي يوصلوها للموسكل فوالا الدراري حاجه اخرى كل ما كانت الكبده ديالك والكلاوي ديالك مرتاحين كل ما غادي ديفلوبا الا جيتي كثرتي عليهم البروتين ما غاديش ديفلوبا وحيت خاصكم تعرفوا بلي البروتين صعيب بزاف على الكبده دونك ما تدخلوش بزاف حاولوا تدخل غير 1 غرام لكل باوند او دخل غير غراموس لكل كيلوغرام من الكور ديالك حتى 2 غرام من كل كيلوغرام من الكور ديالك هذه هي اقصى حاجه وهذه هي الماكس كاع 2 غرام من كل كيلوغرام من البروتين راه بزاف فوالا الشيء اللي كاين علاش قلت بحال هكا حيت كاينين بزاف كيقولوا انا كندخل بروتين بزاف وكناكل وكندير وما كنستافدش مزيان لا مازال الكربوهيدرات كولوها دخلوها مزيان كل ما دخلتي كارب مزيان كل ما راك غادي تكبر صافي هادشي اللي كاين الدراري وخليو ليا سميتو خليو ليا لي كيسيون ديالكم راه كلشي على لي كومونتير الدراري انا كنقرا لي كومونتير ومن تما كنعرف شنو هو الموضوع اللي خاصني نهضر عليه فوالا تفاعلوا معايا في لي كومونتير خليو ليا المواضيع الجايه شنو بغيتو وانا راه عندي اشاره وهادشي اللي كاين وبيس ليكم وكيف العاده كان معكم عشان في الزيخ ولا كنت عشري اول مره تفرج فيها ما تنساش لايك سبسكرايب وشي كومونتير زوين فوالا بيس اند لوف ونتقاشو في فلوج جاي غتكون شي سيونس العافيه فوالا تصبحوا على خير.